هناك امرأة وضعت حملها في أول شهر رمضان، فهل يلزم عليها الصوم والصلاة إذا طهرت بعد النصف من رمضان؟ نعم، إذا انقطع عنها الدم ولو لم تكمل الأربعين، إذا انقطع عنها الدم تغتسل وتصوم وتصلي ولو لم تكمل الأربعين، فإن عاد عليها الدم قبل الأربعين تجلس، وإن لم يعد تستمر في الصلاة والصيام، صلاتها صحيحة، صيامها صحيح.